كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. خلاص قبل ساعات من انطلاق مباراة كأس السوبر المصري اللي هتجمع ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك على استاد الزاع بن زايد، مباراة نتمنى أنها تخرج في إطار من الروح الرياضية، وإحنا مبسوطين بوجود الأسر المصرية ودعم من جماهير النادي الأهلي اللي موجودة هنا خلف يعني امام مقر اقامه فريق النادي الاهلي، بيوجهوا رسائل دعم مهمه جدا للنادي الاهلي، نتمنى طبعا فيها الفوز والتتويج بكاس السوبر. خلينا نستطلع اراء جماهير النادي الاهلي اللي كانت حريصه انها تكون موجوده امام مقر اقامه فريق النادي الاهلي بتنادي السوبر يا اهلي. خلينا نرحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. السوبر يا اهلي نداء مهم جدا من كل جماهير النادي الاهلي قبل ساعات من انطلاق المباراه امام نادي الزمالك. طبعا كلنا مستنيين الفوز وان شاء الله اللعيبه تبقى مركزه ونشوف ماتش حلو ان شاء الله. لو عايز توجه رساله للاعيبه النادي الاهلي وتقول لهم ايه؟ يعني هو اهم حاجه التركيز في الملعب، ما نطلعش بره خالص تفكيرنا في الملعب، وان شاء الله هنكسب وهنكسب وهنكسب. اي مباراه بتجمع الاهلي والزمالك فهي مباراه قمه، وطبعا مباراه القمه ملهاش مقاييس، الاكثر تركيزا هو اللي هيكون من نصيبه الفوز. احنا كلنا بنشجع طبعا النادي الاهلي وبنتمنى المباراه دي تطلع مباراه تليق بسمعه الكره المصريه. احنا وراكم بندعمكم، بس اهم حاجه هم يكونوا على قد المسؤوليه، واهم حاجه يخرجوا بالمباراه 100% جهد، كل واحد يطلع 100% جهد. اكيد ان شاء الله ان هم بكره يعني هيكونوا مركزين، عشان ان هم عارفين ان احنا مستنيينهم، احنا جايين من كل الامارات تقريبا مش من العين بس يعني، فاحنا كلنا مستنيين الفوز يعني بالسوبر، وان هم يرجعوا تاني يكسبوا زي ما كنا، ان احنا كل البطولات ان احنا بناخدها بتاعتنا احنا. اكيد كلنا ثقه في كل لعيبه النادي الاهلي، اكيد عارفين فريقنا، عارفين اللعيبه بتاعتنا، واثقين ان هم ان شاء الله يرجعوا يفوزوا تاني، يرجعوا ياخدوا البطولات ان شاء الله. السوبر من الاهلي بالأهل إن شاء الله. أول حاجة بتمنى الشفاء للكابتن محمد الخطيب، وإن شاء الله الفوز للنادي الأهلي، ويكونوا رجالة في الملعب قد 90 دقيقة وأكثر، عشان نحن استاد هزاع يعني وش الساعد علينا، ما فيش ماتش لعبناه وما فزناش على روما وعلى الزمالك وعلى المصري والحمد لله يعني، وإن شاء الله دي برضو للأهلي، وإن شاء الله 3-0 بإذن الله، إن شاء الله نكسب 2-0 بإذن الله. وقبل اي حاجه انا بتمنى ان التوفيق يكون حليفنا ان شاء الله. 2-0. مين اللي يجيب الاهداف يا يوسف؟ علي معلول وبرونو. 2-0. مين اللي يجيب الاهداف يا رماس؟ معلول وشادي. ان شاء الله يبقى ماتش كويس ويليق بمصر وبالفرقتين، فرقتين كبار، ويشرفونا طبعا في الامارات بالاداء، واللي يستحق الفوز يكسب. خلينا نروح لحضرتك بقى اقول لك شايفه المباراه ازاي وتقولي ايه لعيبه النادي الاهلي. اتمنى التوفيق لهم. بص هي اسماء اهلاويه، اتفضلي يا اسماء. بص الضحكه دي ضحكه الانتصار ان شاء الله. خلاص كده كده اهلاويه. اعتقد اسماء قالت كلام كتير. تتوقع نتيجه المباراه كام؟ 2-1 للاهلي. مين يجيب اهداف النادي الاهلي؟ علي معلول وقفشه. علي معلول وقفشه، وبص قفشه في المايك واسماء قفشه. يعني اعتقد مشهد جميل وروح جميله من جماهير النادي الاهلي ومن الاسر المصريه، نتمنى ان شاء الله تكمل على خير، وباذن الله يكلل النادي الاهلي بالانتصار والفوز بكاس السوبر رقم 12 والعوده الى القاهره والاهلي بطلا لكاس السوبر المصري.